النهارده زي ما قلت في بدايه الحلقه انا موجوده ضيفه على يوم الخميس، لان الغاليه والجميله موجوده في مهرجان جرش للثقافه والفنون اللي موجود في مدينه الاردن، الاستاذه شفكي المنيري. المهرجان موجود على مدار 10 ايام، والمهرجان بيشارك فيه مجموعه من الدول العربيه، وشعاره نورت ليالينا ودورته 36. مساء الخير يا استاذه شفكي. منوره دايما يا حبيبتي. احنا متشوقين نسمع منك عن فعاليات المهرجان، واحنا شايفين كده لقطات جميله، فبالتاكيد بتحضري لنا حاجه حلوه، وفي كمان متابعه للفعاليات من خلال برنامجك بيت الكل والتاسعه كمان لما ترجعي بالسلام. اكيد طبعا. دينا طبعا يعني بصي الأردن كلها فيها احتفالات جميلة. مهرجان جرش مهرجان ليه تاريخ قديم جدا، ومهرجان عارفة تاريخه بقى يعني بيعود بالفن وبالحاجات وبكل عايزة أقول الفنون المختلفة. أولا هو مش مهرجان غنائي بس، هو مهرجان غنائي وثقافي وشعر وفولكلور. اهم حاجه بتميزه كمان يا دينا الفولكلور، يعني هم حريصين جدا على التراث، عارفه شبه المكان، يعني شبه الاثار وشبه المكان، فده اهم ما بيميزه. فانت موجوده في مكان بديع، وانت عارفه احنا بقى بنحب الاثار، احنا يعني اهل الفراعنه، فبتبقي في مكان بديع والغنى والناس. لا الحقيقه المكان حلو. معلش انا بكلمك وانا في الاجواء، انا عارفه مش عايزين نطول عليكي، بس قولي لنا النهارده كان الافتتاح مش كده؟ امبارح كان الافتتاح. امبارح وكان الحقيقه افتتاح يعني مشرف جدا. المايسترو طارق ناصر، وده مايسترو طبعا يعني عظيم وشهير جدا، ومعني قوي بالحاجات المميزه، التراث والاوركسترا والالات المختلفه. فهو اختار الحقيقه ان هم يعملوا حاجه اسمها السردية الأردنية. هي بتحكي عن التراث والتاريخ وعلاقة الموسيقى والفن والفولكلور، واختار الحقيقة للافتتاح المطرب المصري وائل الفشني، اللي أبدع صوته كان مجلجل المسرح. وفي أيضا مطربة سورية بديعة اسمها ميس حرب، بتغني برضو للفولكلور، وهي كمان معنية بالفولكلور ومهتمة جدا أنها تفضل حافظة التراث السوري القديم علشان يبقى دايما في التاريخ يعني. فكان الافتتاح رائع. كلمة من رئيس وزيرة الثقافة الأردنية السيدة الراقية هيفا، معالي وزيرة الثقافة هيفا النجار. فكان الحقيقة افتتاح مميز كده، ووائل فشني كان قلقان بس كان مبسوط، يعني هم برضو كان في شرف كده ان مصر تبقى موجوده في الافتتاح يعني. طبعا انا فعلا مشغوله اعرف مشاركات الدول العربيه ومزج الثقافات، بالتاكيد ده عامل حاله من التنوع. يعني احكي لنا عن كام دوله بتشارك حتى في باقي ايام المهرجان. دي حقيقه. اولا يعني عايز اقول لك فعلا حاله حلوه جدا، حاله كده عارفه كلها مشاركات جميله. في من فلسطين مثلا صوت جميل اسمها زلاله ابو امنه، فلسطينيه رائعه، عندها فكره لطيفه جدا، هي الفرقه بتاعتها اسمها ستي. ليه؟ لان كل اللي بيغنوا معاها اكتر من 20 سيده كبار في السن، هم اللي بيغنوا اغاني التراث. حاجه بديعه يعني، بيغنوا اغاني التراث وهي شابه وجميله، فهي بتغني علشان هي تفضل حافظه الاغاني اللي هم كانوا بيغنوها، فبتبقى عندها حفظ للتراث الفلسطيني بالفولكلور بتاعه ما يروحش. فحقيقي دي فرقه على بعضها بديعه يعني. دلاله ابو امنه بتمنى انها تيجي تشرفنا مره في مصر، لانه جمهور مصري هيستمتع بيه. في طبعا مطربنا الكبير تامر حسني اللي هيختتم مهرجان جرش، وعايزه اقول لك كميه الدعايه اللي موجوده غير طبيعيه، والناس منتظراه، والشباب بالذات. في من السعوديه رابح تجر، في من العراق طبعا، يعني في اسماء من كل الدول العربيه موجودين على كل ايام المهرجان. بجانب بقى الفرق الفولكلوريه والشعر
يعني في الحقيقه اسماء كتيره جدا جدا يعني. صوتك وطريقه حكيك عن المهرجان خلتني احس اني متشوقه اتابع كل فعالياته. لازم من فضلك احنا واثقين ان انت كمان هتنقلي لنا كل الاجواء دي لما ترجعي بالسلامه. استمتعي وهوصيكي كلي كنافه بقى، معلش بوظي الدايت. لا بصي يا حبيبتي، كنافه الحلوه بتاعتها انت يعني مشهورين بيها جدا 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 يعني. لا اكيد يعني ترجعي بالسلامه ودايما موفقه ودايما طلتك جميله ورائعه طول الوقت. انا بشكرك. كلامي بقى للتاسعه والفريق التاسعه. وحشتيني. بشكرك. شكرا الاعلاميه شفقي المنيري من مهرجان جرش في الاردن. ما اعرفش ليه في حاجه كده بتبهجنا وبتفرحنا زيادة لما نحس أنه التراث العربي، المشاركة العربية، الدول اللي تشبه بعض واللي تاريخها يشبه بعض واللي ثقافتها تشبه بعض بتقدم فن، بنعمل حاجة غير أننا بس نتكلم في السياسة والمصالح المشتركة، لكن إذا كان في مصلحة مشتركة بتجمعنا فهي أننا نحفظ. عجبني قوي الفرقة اللي اتكلمت عليها شفكي لما تقول تحفظ تراث الفلسطيني. امبارح أو أول امبارح في البرنامج كنا بنتكلم عن من خلال الأزمة اللي حصلت في أغنية محمد منير عن ضرورة وأهمية وحتمية حفظ التراث الغنائي المصري، تراث كل بلد وكل قرية والأغاني الفولكلورية المصرية. يمكن المهرجانات بتبقى فرصة تفكرنا أنه ده مهم يحصل، لكن الحقيقة أنه هي حاجة، هي أصلا فرصة مبهجة للي عايز يشوف فن حقيقي.